محافظ صلاح الدين يناقش مشاريع سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية ويقدم واجب العزاء باستشهاد مواطن من أبناء القلعة. محافظ صلاح الدين يعرض على إدارة صندوق إعادة الإعمار أولويات المشاريع في المناطق المتضررة. ومسؤولون ومواطنون يتضامنون مع حملة الإعمار والإصلاح في صلاح الدين ويدعمون توجهات المحافظة. الكاظمي يلغي المشاريع الاستثمارية التي تقل نسب إنجازها عن 35% والصحة تطق ناقوس الخطر لارتفاع إصابات كورونا. نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين، أهلا بكم. أكد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل السير بخطوات صحيحة بمشاريع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، والذي سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإداري للمدينة. وقال المحافظ خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة بحضور نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي وعدد من الشركات المعمارية الخاصة بتنفيذ مشاريع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية واطلاعه على الكشوفات الخاصة به، أن من الطبيعي مواجهة معرقلات أثناء تنفيذ مشروع بهذا الحجم، لكننا سنعمل بخط متوازن وطموح كبير لأن نجعل سامراء بقدر ما تستحقه من مكانة تاريخية وإسلامية. وجدد النائب مثنى السامرائي دعمه ومساندته لخطوات محافظ صلاح الدين من أجل الإسراع في تنفيذ المشاريع التي ستحقق للوضع العمراني والخدمي في سامراء حالة متميزة كان يطمح لها الجميع. قدم محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل يرافقه النائب مثنى عبد الصمد السامرائي واجب العزاء لأسرة المخدور حسن عبد الجبار أحمد والذي اغتيل على يد إرهابي داعش في منطقة القلعة في سامراء. وقال ذو المخدور أن التدخل الأمني يعد سببا رئيسيا في استغلال الإرهابيين للثغرات لتنفيذ عملياتهم ضد المواطنين الأبرياء، داعين القوات الماسكة للأرض الإسراع بملاحقة جنات والقصاص منهم. قدم محافظ صلاح الدين رؤيته وخططه لتنفيذ مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب ضمن أولويات تراعي أوضاع هذه المناطق وتعجل من عودة أبنائها النازحين. وتعهد المحافظ خلال مشاركته في اجتماع مجلس أمناء الصندوق برئاسة الدكتور محمد العاني وبحضور ممثلي عدد من الوزارات والمحافظين بتوظيف الإمكانيات وتطبيق المواصفات في تنفيذ أي مشروع يخصصه الصندوق للمحافظة ويساعد في تخفيف معاناة سكان المناطق المحررة. وأكد المحافظ أن أولى خطوات لتخطي العقبات التي تؤخر تنفيذ مشاريع الصندوق في المناطق المتضررة تتمثل باعتماد الكشوفات التي أعدتها الحكومات المحلية كونها على دراية تامة بحاجة مواطنيها وأولويات الإعمار والخدمات، مؤكدا الحاجة لشفافية أكبر في التعاون لتنفيذ بنود موازنة العام الحالي. نسب الدمار الكبيرة التي ألحقها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين تتطلب جهودا استثنائية من قبل الحكومة الاتحادية وصندوق إعادة الإعمار والمنظمات الدولية ورؤية جادة للنهوض بواقعها الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا بعد إقرار الموازنة رغم الجهود التي بذلها المحافظ والتي أسهمت في البدء بالعديد من المشاريع الخدمية. الزميل أحمد صلاح الدين راقب المشهد وأعد التقرير التالي. السياسة التي يتبعها صندوق إعادة الإعمار في اختيار وتنفيذ المشاريع تستند إلى معايير عالمية وتوازي متطلبات المجتمع
في المناطق المتضررة من الإرهاب للمضي قدما في خارطة طريق إيجابية تهدف إلى إعادة البناء والإعمار في المناطق التي شهدت دمارا وتضررا جراء العمليات العسكرية ضد الإرهاب. إن هذه المناطق اليوم هي بأمس الحاجة لعودة عجلة البناء وإعادة بناها التحتية وتوفير الدعم اللازم لها بهدف عودة الحياة فيها لسابق عهدها. محافظة صلاح الدين هي واحدة من المحافظات التي تعرضت إلى خراب داعش الإجرامي وتشهد اليوم حالة من الأمن والاستقرار بعد تحريرها من الإرهاب، وهي بأمس الحاجة إلى جذب المستثمرين وجذب الشركات العالمية وإلى التفاتة كبيرة من صندوق إعادة الإعمار للمساهمة في دعم المشاريع الخدمية التي تكون على مقربة من حياة المواطن اليومية. وهذا ما يسعى له محافظي صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل خلال اجتماعاته المستمرة مع رئيس صندوق إعادة الإعمار الدكتور محمد هاشم العاني، ومطالباته المستمرة بتحويل أنظار الشركات والمنظمات الدولية للمحافظة بمختلف أقضيتها ونواحيها واستقطابها في تنفيذ مختلف المشاريع بشكل يوازي وحجم الدمار التي تعرضت لها المحافظة وبمختلف القطاعات، منها إعادة بناء المدارس والجسور وتأهيل الطرق بغية إرضاء المواطن والتخفيف عن كاهله، خصوصا بعدما تشهده المحافظة اليوم من أجواء آمنة تشجع على سير عملية البناء والإعمار خدمة للصالح العام. ثمن مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة صلاح الدين العميد الحقوقي هشام عبد الكريم العزاوي دعم المحافظة للمديرية بما ساعد في ديمومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين، داعيا المواطنين الذين استكملوا إجراءات البطاقة الوطنية لمراجعة الدائرة المختصة لتسلم بطاقاتهم. دعم الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، أول شيء أقدم شكري وتقديري إلى الإدارة المحلية في المحافظة متمثلة بالشخص السيد المحافظ المحترم على تقديم يد العون في ديمومة ودعم هذه المديرية، حيث كانت له البصمة الواضحة في تقديم يد العون لنا، حيث قصدت السيد المحافظ أكثر من مرة وفي كل مرة يمد لنا يد العون ومتعاون معنا إلى حد منقطع النظير. فاتحنا بكتب رسمية على إدراج الدوائر المتضررة وتوسيع الدوائر في هذه المحافظة والنهوض بواقع عمل المديرية. على مستوى المواطنين في صلاح الدين، أول شيء أوجه شكري وتقديري لهم على تفهم المواطن وكذلك على الالتزام بشروط الوقاية والسلامة الصحية عند مراجعة دوائرنا. من خلال قناتكم الكريمة أهيب بالمواطنين كافة في محافظة صلاح الدين على التوجه إلى دوائر البطاقة الوطنية ممن الذين تم تقديم معاملاتهم وتم تصويرهم وأخذ بصماتهم لغرض استلام البطاقات الوطنية، حيث تم طباعة البطاقات الوطنية لحد شهر الثالث شهر آذار اللي باصم قبل هذا التاريخ، فبإمكانه التوجه إلى دوائر البطاقة الوطنية لغرض استلام البطاقات كونها موجودة على الرفوف ويعني بإمكانهم استلام هذه البطاقات. أشاد مدير بلدية تكريت المهندس أنس فلاح بحملة الأعمار التي يقودها محافظ صلاح الدين في عموم الأقضية ومنها تكريت، والتي تمثلت بإنشاء مساحات خضراء ومنع التجاوز عليها، إضافة لحملة تبليط شملت الكثير من المناطق السكنية. رحيم السيد محافظ صلاح الدين المحترم الدكتور عمار جبر خليل قد تبنى قبل أشهر حملة إعمارية كبرى أطلقت في محافظة صلاح الدين عموما وفي مدينة، نتحدث عن مدينة تكريت
كانت هذه الخطة شملت عدد من القطاعات. القطاعات هي مجال الحدائق والمتنزهات والحفاظ على المساحات الخضراء من التخريب ومن عبث التجاوزات ومن تراكمات الأنقاض والنفايات. وقطاع آخر أيضا كان قطاع الطرق اللي هو شمل تبليط عدد من الأحياء السكنية والشوارع التي لم يجرى فيها أي تبليط سابقا، يعني كانت هناك معاناة مستمرة في تلك المناطق، إضافة إلى يعني عدد من الخطط اللي والمشاريع اللي نفذت في بلدية تكريت. خطة إطلاق الحدائق والمتنزهات كانت نفذت بنجاح باهر جدا وتفوق سقف التوقعات. سيد المحافظ كان متابع بدقة لهذه الخطة. هذه السنة نفذت بها أكبر عدد من المساحات الخضراء والمتنزهات في مدينة تكريت، تقريبا شملت أغلب المتنزهات الرئيسية، آخرها كان متنزه الياسمين اللي افتتح قبل أيام، وأيضا هنالك متنزهات عدد ثلاثة الآن في طور يعني كمال المراحل النهائية، ومتنزه شباب تكريت، ومتنزه متنزه في منطقة حي المعلمين، ومتنزه في منطقة حي سلمى التغلبية. إيش قول، ما قصروا ويانا أبد، فد مرة وعاشت إيديهم وعاش الكادر كل على هذا العمل إنجاز الحلو، بارك الله بهم ما قصروا، يفيدنا إنا ويفيد المواطنين وطبعا ويفيد مدينة تكريت عامة. تعرف يعني هسه أنت من تشوف شوارع مبلطة، فكله يعني ما قصروا هم صراحة وبارك الله بهم. ضمن توجهات محافظ صلاح الدين للنهوض بالواقع الخدمي في المحافظة، شهدت منطقة الشيخ إبراهيم في قضاء الدجيل حملة تبليط استهدفت المناطق غير المخدومة، وتعد هذه الحملة بداية لحملات مماثلة تشمل جميع قرى القضاء. الزميل فاضل الأنصاري والتقرير التالي. للنهوض بالواقع الخدمي، تواصل الملكات الهندسية جهودها لتحسين الواقع الخدمي والعمراني في مناطق وقرى قضاء الدجيل التي شهدت حملة تبليط كبرى استهدفت المناطق الغير مخدومة، وتأتي هذه الحملة من أجل إنهاء معاناة المواطنين بتلك المناطق. من قبل السيد محافظ صلاح الدين المحترم الدكتور عمار جبر الخليل، تم اليوم البدء بأعمال تبليط في منطقة الشيخ إبراهيم ضمن خطة إعادة استقرار المحافظة، والخطة تشمل عدة مناطق خصوصا في جنوب محافظة صلاح الدين، تشمل مناطق البوفدعوس ومناطق الرفيعات وكذلك مناطق الحاتمية. اليوم مشروع إنشاء طريق في الشيخ إبراهيم من جهة الخمسين دار يعتبر مشروع حيوي ومستقبلي إن شاء الله. تم البدء اليوم بالطرق الفرعية ومستمرون بالعمل. استنادا على توجيهات الدكتور عمار جبر محافظ صلاح الدين، اليوم شركتنا أطلقت حملة كبيرة لتبليط مناطق محيط قضاء الدجيل. هاي المناطق كانت محرومة في السنوات السابقة، اليوم كلها إن شاء الله راح تشهد حملة تبليط، حملة تبليط كاملة. وإحنا اليوم عندنا خطة، واضعين خطة لتبليط كافة الطرق التي عانت من عدم وجود تبليط. باستناد على توجيهات الدكتور عمار جبر، وجه أنه هذه المناطق لازم خلال هذه الفترة القادمة كلها تشهد حملة تبليط. المواطنون من جانبهم أشادوا بالخطوات العمرانية لحكومة صلاح الدين المتمثلة بالمحافظ الدكتور عمار جبر لدعمه المتواصل لتطوير الواقع الخدمي في مناطقهم التي كانت تعاني الإهمال وقلة في الخدمات. اسمي وباسم أبناء منطقة الشيخ إبراهيم نشكر الحكومة، حكومة محافظ صلاح الدين المتمثلة بالدكتور عمار جبر محافظ صلاح الدين والحكومة المحلية في قضاء الدجيل المتمثلة بالأستاذ عزيز والشركة الذي باشرت بإكساء الطرق في منطقتنا والتي عانينا الكثير منذ عشرات السنين، لم يتبلط لنا طريق إلا في هذا الوقت، والحمد لله والشكر، ونشكر جميع من شارك في هذا العمل. بجهود متواصلة لتحسين الواقع الخدمي في القرى والأرياف، وذلك من خلال تنفيذ حملة كبرى لإكساء الطرق الغير معبدة. لقناة صلاح الدين الفضائية، فضل الأنصاري، قضاء دجيل. ودعما للواقع التربوي في محافظة صلاح الدين، تتواصل الأعمال وبوتيرة متسارعة لإنجاز بناء مدرسة التحدي في ناحية الإسحاقي، والتي ستخدم أهالي الناحية والمناطق القريبة منها. الزميل عبد الجبار مهدي
والتقرير التالي. من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي وإعادة ما دمره الإرهابي ودثر مخلفاتهم السوداء، اليوم تعود ناحية الإسحاقي بمدارسها المنيرة التي تنير دروب الطلبة وتبصر النور من جديد. المراحل النهائية لإكمال مدرسة التحدي من قبل صندوق الإعمار. نحن الآن في موقع مدرسة التحدي في ناحية الإسحاقي، والآن نحن في أعمال الإنهاء لأعمال التسليح والقالب الخشبي للطابق الأول للمدرسة، على أمل أن يتم إكمال أعمال الصب نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله. وهذه المدرسة حقيقة هي من المدارس المهمة، كون موقعها يخدم شريحة واسعة جدا من أهالي ناحية الإسحاقي، وهذه المدرسة حقيقة هي تابعة لمشاريع صندوق إعادة الإعمار في محافظة صلاح الدين، وكانت يعني نسبة الإنجاز الآن تتجاوز 50%، طبعا بعد توقف طال أكثر من 10 أو 11 شهر بسبب وباء كورونا وكذلك بسبب قلة التخصصات المالية، لكنه الآن الحمد لله العمل متسارع يوم بعد يوم بعد أن حصلنا على الموافقات الأمنية للعمل أثناء فترات الحظر، حظر التجوال. مدة الإنجاز إن شاء الله يعني هي الحقيقة 220 يوم في المتعاقد عليها، لكنه إن شاء الله من يعني الآن إلى 5 أشهر من الآن ممكن أن يتم تسليم المدرسة للجهة المستفيدة. هذا المشروع في إلى صندوق تابع إلى صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة، يخدم شريحة كبيرة من طلبتنا الأعزاء أعمال الحدادة في الطابق الأرض الأول، مستمر بالعمل إن شاء الله، وإن شاء الله بأمل أن ننجز العمل في الفترة المحددة. هذا المشروع يخدم شريحة الطلبة في مناطق جنوب صلاح الدين وتحديدا ناحية الإسحاقية. تخدم هذه المدرسة أكثر من 400 تلميذ وتلميذة بواقع الحال، حاليا نحن في الموقع ونسبة الإنجاز ما شاء الله في تصاعد مستمر بعد توقف دام أكثر من 10 أشهر تقريبا بسبب وباء كورونا. نسبة الإنجاز تجاوزت 50%. المرحلة اللي حاليا قيد الإنجاز هي مرحلة صب السقف والجسور والدرج للطابق الأول من المدرسة بعد إنجاز الطابق الأرضي. طبعا المشروع مستمر بالعمل وعلى قدم وساق، ونطمح أنه إن شاء الله بعد 3 إلى 4 أشهر أو 5 إن شاء الله إنجاز العمل 100%. هذا المدرسة في ناحية الإسحاقي، هذه تخدم هاي المنطقة يعني قلة المدارس هنا، فتخدم يعني شريحة واسعة من هاي سكان منطقة الإسحاقي. هاي تسع تقريبا 400 طالب إلى 500 طالب، يعني العمل بها مستمر على وشك أنه نصب الطابق الأول، يعني مسافة خلال الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله سيتم تسليم المشروع إلى الجهة المستفيدة. من ناحية الإسحاقي جنوبي صلاح الدين، عبد الجبار مهدي، قناة صلاح الدين الفضائية. تنفيذا لتوجيهات محافظ صلاح الدين، تتواصل الأعمال في مشروع مجاري قضاء أمرلي والتي وصلت إلى نسب متقدمة، حيث أشرف مدير بلدية القضاء المهندس مهدي جمعة على أعمال مد الأنابيب الخاصة بالمشروع في الحي العسكري. حددت وزارة الموارد المائية موعد المباشرة بمشروع سد مكحول، وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي أن المشروع سيباشر العمل به مطلع الشهر المقبل بعد أن تم الحصول على جميع الأمور الإدارية بإدراج المشروع من قبل وزارة التخطيط ضمن موازنة العام الحالي. وأضاف أن مشروع سد مكحول سيضيف سعة خزنية بحدود 3 مليارات متر مكعب لمنظومة الموارد المائية، فضلا عن توليد الطاقة الكهربائية، كما أنه سيحقق فرص عمل تتجاوز 20,000 فرصة، إضافة إلى التوسع بالمساحات الزراعية خصوصا في محافظتي صلاح الدين وكركوك.
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال استقباله السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة، وشدد صالح بحسب بيان لمكتبه على ضرورة تعاضد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتخفيف التوترات التي تؤثر سلبا في فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، وأهمية العمل المشترك وتجاوز المسائل العالقة، وأن يكون العراق محورا في تعزيز الأمن والاستقرار. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي توجيهات عدة خلال زيارته هيئة الاستثمار واطلاعه على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد، وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن الكاظمي وجه بإلغاء جميع الإجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة إنجازها بين 0 و35%، وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعا، مؤكدا ضرورة الالتزام التام بتطبيق قانون الاستثمار وتوجيه الانذارات للمشاريع غير المكتملة. كما وجه الكاظمي بسحب الإجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الإنجاز. قرارات تثير غضب الشارع العراقي بين آونة وأخرى، إذ شكل قرار فرض ضرائب على رواتب الموظفين استياء شعبيا يضاف لارتفاع سعر صرف الدولار، ما دفع الكثيرين لمناشدة الحكومة العدول عن بعض القرارات التي اعتبروها مجحفة بحق المواطن، وأنها ستزيد من عبء الأسر ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص، مضيفين إن على الدولة اتخاذ قرارات تصب بمصلحة العراقيين لا العكس. الحكومات والدول تسعى إلى أسعاد شعبها عن طريق التكافل الاجتماعي أو زيادة القدرة الشرائية للمواطن، أي بمعنى آخر أن تطوير الاقتصاد عن طريق المشاريع الخاصة والحكومية، عكس الدولة، عكس دول العالم. العراق قاعد يصرف بطريقة غير صحيحة وعشوائية، يعني ما يطلع وزير المالية يقول لك صعد سعر صرف الدولار من 120 إلى 145 بفائدة المواطن، شنو الفائدة للمواطن؟ شو يعني شغلة عكسية؟ أنا أشوفه يعني المواد الغذائية تصعد ضعف أو أكثر من الضعف. بالنتيجة البنوك الأهلية والمصارف الأهلية تستفاد من قيمة البيع والشراء بالدولار، مضاربة بالدولار، والمواطن يطيح بها. الحكومة تريد تفرض ضرائب على رواتب الموظفين أو الرواتب المحدودة، وهاي بالنتيجة تأثر على من؟ على القدرة الشرائية للمواطن. زين هي العالم شعدها، يعني واللي موظف راتبه مليون او 800 او 900 مرتبط بالاجار، مرتبط بقروض، مرتبط بسلف، مرتبط بتيار كهربائي، اضافه الى هواي مشاريع، يعني هواي شغلات تخص الحياه اليوميه للمواطن. ما نعرف ان الدوله خاليه قورها وقور الموظف العراقي، وين تريد توصل؟ الحقيقه فاجئنا بقرار وزير الماليه وهو تحقيق او فرض ضريبه الدخل على رواتب الموظفين. يعني ما نعرف هو الموظف يتقاضى 50,000 أو 50,000، مثل ما تعرفون ارتفاع الدولار ساهم بزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية، والآن قرار فرض ضريبة الدخل، هذا الأمر سيلحق الضرر بجميع الموظفين وشريحة المواطنين. الدولة ممكن أن تكون لها موارد أخرى من خلال زيادة الاستثمار والتجارة والصناعة، أما أن تتجه نحو الموظف والاستقطاع الضريبي أو زيادة سقف الاستقطاع سوف يؤدي إلى خلل اقتصادي في الحياة، ومن خلال المنظومة الاقتصادية للمواطن العراقي. طبعا صراحة الدولة العراقية جاءت تتخذ قرارات عجيبة غريبة، يا أما قلة كفاءات يا أما عدم دراستها. على سبيل المثال تصعيد سعر الدولار قبل فترة وكل احتجت عليه، وخصوصا الطبقة الفقيرة، وخصوصا يعني اصحاب الدخل المحدود. تفاجئنا بالقرار الثاني اللي هو استقطاع الموظفين، يعني ما اعرف شنو اللي القرارات الجايه ياخذوها. نتمنى من الحكومه العراقيه، نتمنى من رئيس وزراء مصطفى الكاظمي، نتمنى من وزير الماليه ان يتخذ اجراءات بدراسه باصحاب كفاءه، مو قرار يعني بعدم دراسه الفقير اللي 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 حصر عليه الألف دينار هذا يصعد الدولار. تفاجئت يعني من 120 ل 130 او 135 لحد الان 150، وما الله اعلم بالمستقبل شنو راح يصير.
علق النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي على تخويل مجلس الوزراء رئيس المجلس مصطفى الكاظمي تقديم الطعون ببعض مواد مشروع قانون الموازنة بالقول أن السلطة التنفيذية ستقدم الطعن في المحكمة الاتحادية على بعض المواد في مشروع قانون الموازنة، وهذا من حقهم والمحكمة ستنظر للطعون المقدمة، وإذا قبلت بها سترجعها لمجلس النواب لمناقشة الفقرات المطعون بها فقط. وأشار الكعبي إلى أن اللجنة التحقيقية الخاصة بعقود وزارة الكهرباء أسفرت تحقيقاتها عن اعتقال أكثر من 36 متهما حتى الآن، وأحيلوا إلى المحاكم بهدوء بعيدا عن الإعلام والجو العام. كشف وزير التخطيط خالد بتال النجم عن أن البلاد تشهد نمواً كبيراً في عدد السكان يصل إلى 1 مليون نسمة سنوياً، وقال النجم أن 10% من سكان العراق موظفون ووضع العراق لا يتحمل مزيداً من التوظيف، مشيراً إلى أن العراق متوسط الغنى والنفط بلا قيمة دون استثماره، وأضاف أن البلاد كانت على حافة الانهيار الاقتصادي في آب الماضي، مؤكداً أن العراق قدم التزاماً للمجتمع الدولي لتقليل الولادات. دعا نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية منصور البعيجي وزارة المالية إلى ضرورة الإسراع بصرف مستحقات الفلاحين وتسليمهم حقوقهم المتأخرة منذ وقت طويل بسبب عدم إقرار الموازنة للعام الماضي وما رافقها من مشاكل بسبب وباء كورونا الذي أدى إلى هبوط أسعار النفط، الأمر الذي جرى إلى عدم تسليم مستحقات الفلاحين. وقال البعيجي أن الفلاح ينتظر الدعم من الحكومة ووزارة الزراعة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي الذي يعد من أهم القطاعات والذي لا يقل أهمية عن القطاع النفطي في البلاد. حذر مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي من أن الموقف الوبائي ما زال في خطورة بسبب عدم التزام المواطن بالإجراءات الوقائية، موضحا أن توفير اللقاحات يكون حسب الوجبات التي تأتي للعراق. وأعلن الحلفي عن عدم إمكانية تلقيح 200,000 أو 300,000 شخص يوميا كون أن اللقاح يحتاج إلى حجوزات ووقت، وكل فرد يحتاج 15 دقيقة في الأقل، مبينا أن كل مركز للتلقيح لديه طاقة استيعابية محددة. وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن أبرز إيجابيات لقاح كورونا هي خفض حدة الإصابات ومنع وصولها للمرحلة الشديدة التي تتطلب إنعاشا تنفسيا. أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكنزي في تقرير نشرته صحيفة ذا ناشونال البريطانية أن 2500 عسكري أمريكي موجودين في العراق وهم يقدمون دورا استشاريا وليس قتاليا لقوات الأمن العراقية، ما يبين أنه من غير المرجح أن يؤدي الاتفاق ضمن الحوار الاستراتيجي إلى انسحاب كبير للقوات الأمريكية من البلاد بحسب قوله. ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية شحنة مخدرات بقيمة 2 ملياري دينار في الأنبار، وذكر بيان للمديرية أنها استولت على 121 كيلوغرام من الحبوب المخدرة و9 كيلوغرامات من مادة الكريستال في قضاء الرطبة، إضافة إلى إلقاء القبض على التاجر. تتابعونا في نشرتنا بعد الفاصل. أربيل تعلن عن مباحثات جديدة وحاسمة مع بغداد، ومسرور برزاني يبعث رسالة للكاظمي، ووزارة العمل في حكومة الإقليم تطالب بزيادة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة، وبشار الأسد يتقدم رسميا بطلب ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقوات المعارضة التشادية التي قتلت الرئيس ديبي تقول أنها متوجهة للعاصمة إنجامينا بثقة تامة وبشجاعة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء أقليم كردستان أوميد صباح أن حكومة الأقليم تستعد لخوض مباحثات جديدة مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ بنود الموازنة العامة للعام 2021، مؤكدا أن أربيل ملتزمة بما ترتب عليها من اتفاق حول الموازنة. وقال صباح في تصريح صحفي: نحن بصدد الاستعداد من أجل أن يجري وفد الأقليم زيارة مرة أخرى إلى بغداد لمواصلة الحوارات، مشيرا إلى أن المباحثات هذه المرة ستدخل حيز التنفيذ، ونحن في الإقليم أبدينا استعدادنا التام لتنفيذ الاتفاق بين أربيل وبغداد المتعلق بالموازنة. وأضاف أن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بعث برسالة لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، أبدى فيها الأول الاستعداد التام في تنفيذ أي التزامات مترتبة على كردستان. أعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان كويستان محمد مخاطبتها حكومة الإقليم لزيادة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت في مؤتمر صحفي أنها وجهت كتابا لمجلس وزراء الإقليم ومنها إلى وزارة المالية ورئيس الحكومة لصرف راتبين لذوي الاحتياجات الخاصة وفق الأموال المتوفرة، مشيرة إلى أن من المقرر أن يصدر قرار في هذا المجال، واردفت بالقول أنها وجهت كتابا آخر لزيادة رواتب تلك الفئة في المجتمع. تقدم الرئيس السوري بشار الأسد رسميا لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها في البلاد في 26 من الشهر القادم. وأعلن رئيس مجلس الشعب حمود صباغ أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، وأضاف أن الطلب هو سادس طلب ترشيح في الانتخابات الرئاسية. وتسلم الأسد السلطة في تموز من عام 2000 بعد رحيل والده الرئيس حافظ الأسد، وذلك في استفتاء كان فيه المرشح الوحيد، كما كان مرشحا وحيدا للمنصب عام 2007، وفي المرتين فاز بأكثر من 97% من الأصوات. ووسط أزمة وحرب دامية في البلاد، ترشح الأسد للمرة الثالثة عام 2014، وكانت الانتخابات التعددية الأولى التي شهدتها سوريا منذ عقود. أصدر ما يسمى بمجلس المقاومة الوطنية لجبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد الذي قتل الرئيس إدريس ديبي خلال مواجهة مع قواتها شمالي البلاد بيانا صحفيا حول مجريات الأحداث التي تمر بها تشاد. وقال البيان أن تشاد ليست ملكية ولا يمكن أن يكون هناك تفويض وانتقال للسلطة بين الأسرة الحاكمة في البلاد. وأضاف البيان أن قوات المقاومة في هذه اللحظة متوجهة إلى إنجامينا بثقة تامة وبشجاعة، وقبل ذلك كله بتصميم تام على حد قول البيان. ودعا البيان إلى احترام حقوق ومصير الشعب التشادي غير القابلة للتصرف، فتشاد ليست ملكية. وختم البيان بالقول أن قوات المقاومة الوطنية على أبواب إنجامينا، لسنا هنا لقرع أجراس الكراهية والانقسام، بل لقرع أجراس السلام والأمل الجديد. وقع انفجار شديد القوة في مدينة الرملة وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في مصنع تومير لصنع محركات صواريخ. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الانفجار لم يسفر عن إصابات، وأفاد شهود عيان يقطنون بالقرب من المصنع بأنهم شاهدوا تصاعد نيران في منطقة الانفجار، وقام عدد منهم بتصويره. ووفقا لموقع صحيفة هارتس الإلكتروني، فإن الانفجار نجم على الأرجح من جراء خطأ المسؤول عن التجربة في تقديره قوة ضرره.
بعد الإعلان عن إغلاق جديد لمدة أسبوع بسبب تفشي كوفيد-19 في نيودلهي، احتشد عشرات الآلاف من العمال في محطة أناناند فيهار في شرق نيودلهي لركوب الحافلات والعودة إلى ولاياتهم الأصلية. وأدت القيود القاسية التي فرضتها السلطات العام الماضي لاحتواء تفشي الفيروس إلى تعطيل الملايين من أصحاب المهن اليومية من الفقراء خاصة، وقد فر العديد منهم من المدن إلى قراهم سيرا على الأقدام، ومات بعضهم على الطريق. أعلنت نيسان إطلاق الجيل الجديد من إكس تريل والمعروف أيضا باسم نيسان روج في أمريكا الشمالية، احتفالا بالعرض العالمي الأول في معرض شنغهاي للسيارات 2021 في الصين. ومن المقرر إطلاقها رسميا في أوروبا في يونيو عام 2022، وستنضم إكس تريل الجديدة للعلامة التجارية اليابانية قاشقاي وجوك، فضلا عن أريا كروس الكهربائية التي تعمل بالبطاريات. وسيتم إطلاق إصدار الدفع الرباعي مع أوضاع قيادة أكثر تقدما من شأنها تحسين الجر على الجليد والحصى والطينة. وسيستمر تقديم إكس تريل 2022 جديدة مع صف ثالث اختياري من المقاعد مثل سابقاتها. وإلى التذكير بأهم العناوين: محافظ صلاح الدين يناقش مشاريع سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية ويقدم واجب العزاء باستشهاد مواطن من أبناء القلعة. محافظ صلاح الدين يعرض على إدارة صندوق إعادة الإعمار أولويات المشاريع في المناطق المتضررة. ومسؤولون ومواطنون يتضامنون مع حملة الإعمار والإصلاح في صلاح الدين ويدعمون توجهات المحافظة. الكاظمي يلغي المشاريع الاستثمارية التي تقل نسب إنجازها عن 35%، والصحة تطق ناقوس الخطر لارتفاع إصابات كورونا. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.